السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين صحيحين؟ اليوم غادي نهضروا على اخبار الجاليه وشنو واقع بالنسبه للناس اللي عايشين هنا في ايطاليا. راه عطاوهم واحد البونوس ديال شيك الاطفال وراهم دابا الناس كيتسجلوا فيه، وبالنسبه لهذا البونوس الاطفال راه متاح من شهر واحد حتى شهر 6 باش الناس تمشي تقيد فيه، لانه مفتوح هاد 6 شهور كامله، ولكن الا ما مشاوش قبل هذا الوقت هذا حتى شهر 7 ولا شهر 8 راه ما غيتخلصوش في هاد 6 شهور. داكشي علاش خاصهم يسارعوا وكلشي اللي عنده وليدات يمشي يتقيد باش يستافدوا من هاد الشيك الاطفال اللي غيخرج دابا هاد شهر 1 الى غايه شهر 6 باش كلشي يمشي يتقيد وكلشي يستافد. بالنسبه اشنو كيطلبوا الناس باش يتقيدوا او يدفعوا هاد البونوس ديال شيك الاطفال؟ كيطلبوا ايزي، هذاك الايزي ضروري خاصو يكون عندك، الا ما كانش عندك بحال داك الشيء دفعتيه ناقص. كدفعي كودي فيسكالي، كدفعي الاوراق ديالك، كدفعي السيجور نواد ديالك وديال وليداتك، ولكن الحاجه المهمه اللي تحتاج هي ان الايزي حتى هو ديال العام خاصو يكون مع هذوك الاوراق هذو. الا ما دفعتيهمش بهذاك الايزي كيكون ناقص وما تقدري تستافدي الا الا ما درتي الايزي. وحنا عارفين الايزي ديال كاع الناس سواء ايطاليا سواء استرانياري كاملين كيديروه من بعد شهر 1 سنه، زعما كتدخل السنه الجديده عاد كديري داك التجديد ديال الايزي. داكشي علاش كيطالبوا كيطالبوا به بزاف باش خاصو يكون وباش خاصك تدفعيه باش تاخذي دوك الفلوس ديال شيك الاطفال اللي متاحه للجميع. بالنسبه هاد الفلوس هادو شكون اللي غيستافد بهم؟ بالنسبه للزوجه او الزوج حنا عارفين ما كاينش فرق، ولكن بالنسبه للزوجه الا كانت ربات بيت وما مشتغلاش راها ما عندهاش الحق تاخذ هذوك الفلوس، حيت هي ما عندهاش بوست باكا، حيت ما عندهاش خدمه. داكشي علاش غادي تمشي للزوج هو اللي غادي يشدهم، هذا في حاله الا كان خدام. الا ما كانش خدام هو وكانت خدامه الزوجه غادي تستافد هي وغادي تشدهم. وحنا عارفين ما كاينش فرق، داكشي علاش هادشي لمحوا ليه السلطات اللي هضرات في هذا الموضوع ديال شيك الاطفال، وحتى الباتروناتو اذا مشيتو عنده غادي يشرح لكم هذا الامر، بان الا ما كانش عندك بوست باكا وما كانت عندك خدمه ما غاديش يقدروا يدوزوا لك هذوك الفلوس في الاسم ديالك. داكشي علاش تنقولوا الله يصايب الجميع. الموضوع الثاني اللي غادي نهضروا عليه هو ان واحد المغربي لقى بسطام في الطريق طايح، عادي الناس كاع كاملين كيلقاو بسطام. ملي هز داك المغربي داك البسطام لقاه ديال واحد ايطالي، اش لقى فيه؟ لقى فيه مليون ديال السنتيم، يعني 10000 درهم 1000 ديال الاورو. ملي لقى داك الفلوس قولوا لي اش دار بها داك المغربي؟ اي واحد كيفرح الى لقى الفلوس كيقول همزه هذه جابها لي الله، رزقه جابوا لي الله، واخا هو غير لقاه. هاد الانسان هذا ملي لقى البسطام لقى فيه كلشي الاوراق ديال داك الانسان اللي طاح لي. شوفوا هاد الانسان المغربي اشنو دار، ما غراتوش الفلوس، ما غراتوش هذيك 10000 درهم اللي قال ديال الفلوس، هز هذاك البسطام. طبيعة الحال البسطام فيه السميه وفيه العنوان وفيه الوراق ديال هذاك السيد الايطالي، ومشى بحث على البوليس ديالهم الكارابينيري، وتلاقى معاه في واحد السوق ديال جينوفا وسلمو البسطام وقال لي بان هاد البسطام رانا لقيته. شوفوا زعما راه كاينين الناس اللي واخا يكونوا جايين من دوله اخرى وجايين باحثين على المال، راه هكا كتكون القناعه في القلب ديالهم. بالنسبه لهذا الانسان شدوا الفلوس كارابينيري، السيد واش كافئوا على هذا الشيء؟ ما نظنش كافئوا، حيت هو ما سلمهمش للسيد المعني بالامر، سلمو غير الكارابينيري اللي كيكونوا كيدوروا في الطرقان البوليس ديالهم. هادو هما المواضيع اللي جيت لكم بهم اليوم اللي كيخصوا الجاليه المغربيه، وكنكون بحال هكا شرحت لكم كاع الجديد اللي كاين هاد النهار هذا، والى اللقاء في فيديو اخر.